فرحان اكتر من حضراتكم، والفرحة غمراني جدا بنجاحكم وتفوقكم، لان انا اعتبرت ان ده نجاح ليا. ويمكن لما عديت على كثير من المدارس خلال فترة الدراسة كنت دائما بشد على ايد الولاد وقال لهم عايزين نشوف منكم الاوائل، والحمد لله ربنا كرمنا شفنا اوائل في الثانويه العامه على مستوى الجمهوريه غير اوائل المحافظه، اللي انا برضو بعتبرهم من اوائل الجمهوريه، لان ظروف العمل في المحافظه تختلف عن ظروف العمل في محافظات كثيره، ومع ذلك كلهم كانوا فارقين نص نمره عن الثلاثه الاوائل، وده معناه ان احنا عندنا مستوى عالي من الطلبه بذل وتعب، بذل من الجهد وتعب وشيء علشان يحقق حلمه وحلم أسرته.